وهنشوف اللحمه كمان. المصريين اكتر ناس بيضربوا حواوشي وسجق وانتوا عارفين الحاجات دي، وكبده وكفته والحاجات اللي هي مخلوطه، اللي انت يعني عندك التوابل مع الخلطه. لو هي ايه مش هتشم ريحتها، لانه بيعمل لك توابل فيها، بالاضافه الى انك مش عارف بتاكل ايه. وتخبط لك اتنين تلاته حواوشي، وبعد كده يعني الناس ما بتفكر، يعني ما هو ده له تاثيرات صحيه مش لازم تشوفها بعد ما تاكل، ويقول لك ما انا اكلت وما حصليش حاجه. لا، ما هو تراكمات ده بقى على امراض الكبد والكلى والسرطان والامراض المختلفه، يعني انت لا تشعر بيها لحظيا. يعني نشوف مهازل اللحوم الفاسدة ايضا. ضبط نصف طن من اللحوم المصنعة من أحشاء الحيوانات المجهولة المصدر وأيضا المفروم. ومعانا دلوقتي دكتور عزيزة، هتقول لنا بالظبط إيه، تمت الضبطية إزاي يا دكتور؟ لا، الضبطية دي بالذات أنا جالي بلاغ من بعض شباب من المكان هناك، قال لي إحنا في عندنا بيحصل كذا كذا كذا، والناس دي مش قادرين عليها. رحت انا بسرعه متصل على كذا جهه اللي هم مختصين بالكلام ده كله، الصحه ومباحث التموين وكذا جهه. يعني اتعرفينا على المنتجات اللي تم ضبطها. طب هو عموما كان عباره عن بيت، البيت دوت ده بيصنع فيه المفارم وفيه كل ادوات التصنيع. بعد كده الماده دي، المواد دي كلها كانت في المخزن في شارع وراه، في بقى في على الشارع اللي بعديه ده المنافذ البيع بتاعته. بيعمل ايه حضرتك؟ شايفه انت المخلفات الاحشاء دي اللي ما حدش عارف معالمها، اهي مخلفات احشاء حيوانات اهيت مجهوله المصدر، اهي مش لحوم خالص بالمره، حاجات غريبه ما اعرفش جايبها منين. مش اول ضبطيه على فكره، وادي برده اهيت نفس الاحشاء اهي، برده ما حدش عارف الدهون دي جايه منين. يعني يا جماعه الحواوشي اللي احنا بناكله هو عباره عن المنتج ده والحاجات دي مع الوان مع برغل، وفي الاخر بيدينا الحواوشي والسجق والحاجات دي. دي ايه بقى يا دكتور؟ كبده؟ دي بقى كبده هناك، دي كبده كانت وصلت، هي بتتبرد وتتجمد ومنتهيه الصلاحيه، وصلت لمرحله ان هي سوء التخزين، المفروض تتخزن على 18 درجه، سالب 18 درجه، ده لو هي اصلا سليمه. هي كانت وصلت برضه عملت سائل انسيابي كذا مره، فبتعتبر تلفه من كل النواحي. يعني شايفين هنا كمان زي بكتيريا وحاجات لونها اخضر. بالظبط كده. ده اللي العفن ابتدى ان هو ينمو. هي وصلت لدرجه الاسبرجيلس اللي هو ممكن فعلا يجيب تسمم على طول. ده اول ما دخلنا المكان ده لقينا بصل في الاول، وبعد كده لقينا ثلاجات، ولقينا حشرات ما تنفعش تصلح للاكل، وفضلات حشرات وحاجات ولحوم كلها مرميه في الارض، وحاجات يعني وفران يعني قذره، والمكان كله لا يصلح. الفران والحشرات دي كانت متواجده على اللحوم؟ متواجده على اللحوم وفي قلب الثلاجات، ومفتوحه ومحطوطه ولا اكن في اي حاجه.